بسم الله. دلوقتي هنتعامل مع الفاير الارم. من السيستم هو الديفايس هو الفاير الارم، واللي ما فيش فاميلي هنا متحملها الفاير الارم هقول له ماشي هحمل انا الفاميلي، واخش هنا في الكتريكال هلاقي عندي الام اي بي، هلاقي عندي انفورميشن اند كوميونيكيشن، هلاقي عندي الفاير الارم. في بعض الفار الارم بيكون بتحط على السيلينج، في بعض الحاجات بتحط على الوول. لو انا اخترت حاجه تحط على السيلينج فلازم اكون واقف لوحه السيلينج. طيب انا هختار مثلا الماستر بوكس دوت، اختار سموك مثلا، تمام. عندي حاجة تتحط على الوول وحاجة تتحط على السي، وهو له اوبن هيبدأ يحمل لي الفاميلي دي في قلب المشروع بتاعي. لو هما الاتنين على نفس الإصدار ما بياخدش وقت، إنما لو هما إصدارين مختلفين يعني 2019 مثلا 2018 بيقول لي إن هياخد وقت عشان يعمل أبديت. هنا بيقول لي إن واحدة فيهم الإعدادات بتاعتها مش مظبطة على انها فاير الارم. ممكن تكون هي فاير الارم كل حاجه بس الكاتيجوري بتاعتها مختلفه شويه، فلازم ادخل جوه الفاميلي اخليها فاير الارم. فبقول له ماشي مفيش مشكله، تمام. طيب خلينا دلوقتي نشتغل في الحاجه اللي احنا جبناها، ده سموك ديتكتور، تمام. هاجي هنا لو انا هحطها على السيلينج يبقى لازم يكون موجود في لوحه السيلينج، ما ينفعش احطها في الفلور بلين. اقول له بليس اون فيس واروح حاططها بالشكل دوت في السيلينج، تمام. ممكن نشوف ايه تاني ممكن يتحط. فار الارم في وول مونتد وسيلينج مونتد اهوت بالشكل دوت. طيب عايزين برضه نحط الوول، اقول له وول مونتد ويروح حط هنا. اقدر من خلال المسطره الفه بحيث يتحط في المكان اللي انا عايزه بالشكل دوت. عايز اشوفهم واتاكد منهم ممكن تاخد سيكشن، او خلينا نعمل حاجه جديده ان انا اقول له كاميرا تروح معلم من هنا لهنا. عايز اشوف شكلها هيبقى عامل ازاي لما اكون بعمل رندر او اكون شغال. طيب هو هنا جابها لي من فوق السيلينج، هبدأ أحرك الحدود بتاعتي وهنزل بعد كده بالكاميرا. وهعملها العين بتاعتي على ارتفاع 6 متر. احنا عايزينها مثلا العين بتاعتي على 1500 مثلا، واحد قصير شوية، تمام. اي تبدأ الحاجات بتاعتك تبدأ تظهر اهيت، تمام. هتلاقي بعض الحاجات اللي حاطينها واقول له بلاش 6400 خليها 2 متر مثلا. ده الحاجة اللي انا عايز اشوفها. ولو انت عايز تعرف الحاجة اللي انت حطيتها موجودة فين، هنيجي هنا عند السيلينج، اعمل سيلكت على الحاجة اللي انت عايزها، وبعد كده خش في 3D فيو. هتلاقي